عايز الفلوس وانا هعرفه يستلمهم ازاي. امال عربيتك فين؟ مش شايفها يعني؟ حطيتها بعيد احسن بعدين يكون حد قاطرني. خير ما عملتي. ايه بقى السر اللي كنت عايزه تقولي عليه؟ السر اللي حلمت انا وانت ليل ونهار عشان نوصل له. سعاده البيه؟ هيكون في غيره. بالذمه عرفت هو مين؟ ايوه وعرفت اسمه كمان. وتريني ياما قعدت معاه واتكلمت وشربت. الله، يعني كنت تعرفيه؟ كنت اعرفه بس ما كنتش اتخيل ان الراجل ده ممكن يطلع كده. طب يطلع مين هو؟ عبد المجيد بيسالم. انا كنت دايما اقرا عنه في الجرايد وكنت سامع عنه كويس وعن اعمال الخير اللي كان بيعملها. هو بياخد من ده يحط في ده، بيزكي عن فلوسه يعني. هو انت تعرفي بنته كويس؟ صاحبتي حبيبتي. طب بلاش بقى تجيبي لها سيره. يا مصيبتي، اروح اقول لها ابوك تاجر مخدرات جايز البنت ما تعرفش. دي الطب تقع مني. ألو، مكتب مكافحة المخدرات. أنا كنت عايزة أبلغ عن واحد بيتاجر في المخدرات اسمه سلطان الدوكش. أيوة، عنده محل فكاهيني بيخبي المخدرات هناك وكمان في شنطة العربية بتاعته. أيوة متأكدة. اسمي سمارة مسعود الشغربي. لا، ما عنديش معلومات تانية. سلطان المغفل. سمعتني؟ المغفل، السلطان اللي حبك حب ما فيش راجل في الدنيا حبه المرة. سلطان اللي اداكي كل حاجة وأمنك على كل حاجة. عاوز أنا أعمل لك إيه أكتر من اللي عملتهولك؟ وفي الآخر هو ده جزاها سمارة. أزيتك في إيه أنا عشان عاوزة توديني بستين دهية؟ لا، أزيتني يا سلطان، وأزيتني كتير كمان. لما جوزتني غصب عني، لما جوزتني وأنت عارف إن أنا ما بحبكش وبكره الكرة العامة. إيه؟ ويا أختي بتحبي مين؟ بحب سعد. سعد؟ أيوة سعد يا سلطان. وبعد ما أخلص منك وتروح في 60 دهية وتطلع، هجوز سعد إن شاء الله. يا فاتنة! يا خاينة! بس مش هتلحقي تتجوزيه، وربنا ما هتلحقي تتجوزيه. عارفة ليه؟ عشان هخنقك بإيديا دول، وبعدها هقتله هو كمان! هقتله! ايه مالك يا سمارة حبيبتي؟ في ايه؟ مالك يا سمارة؟ ايه؟ كابوس كابوس.
ايه حكايه الكوابيس اللي بتجيلك اليومين دول؟ مش عارفه. انت اكيد اعصابك اتشعبت بقى من كتر الشغل. بقول لك يا سمارة، ما تيجي نختص لنا يومين في اسكندريه؟ مش عايزه اسافر يا سلطان. ليه بس؟ احنا ورانا ايه هنا يا حبيبتي؟ ما هنخلصين شغلنا كله ولسه. وبعدين معاك يا سلطان، لما عاوز اسافر هبقى اقول لك يا حبيبي. طيب خلاص خلاص، ما تضايقيش نفسك. طب احنا هننام تاني ولا هنقوم بقى ولا ايه؟ الساعة 3 كام دلوقتي؟ الساعة 9 تقريبا. ريح شوية. يا دولة الباشا، دولتك عارف موقفي من المناصب. أنا أحب أخدم من خلال كوني نائب في البرلمان. وإيه اللي يمنع إنك تخدم وأنت وزير؟ أرجوك تعفيني من تولي المنصب ده. منصور باشا صحته تعبانة جدا، وطلب مني إني أقبل استقالته من وزارة المالية. وانا مش شايف اي حد يصلح للمنصب ده غيرك انت يا عبد المجيد. معلش مش حاضر. انا مش قادر افهم انت ليه بتتهرب من المناصب. لاني ما احبش اي منصب يقيد حركتي. انا احب اخدم في كل الاتجاهات. ايوه بس انا الحقيقه مش شايف اي حد يصلح للمنصب ده بعد منصور باشا. طب اسمح لي دولتك ارشح لك واحد اعتقد هيكون اكفأ مني. وده مين ده يا ترى؟ رفعت باشا ابو اليزيد. رفعت باشا ابو اليزيد، ايوه ده راجل كويس، لكن انت عارف بقى عنده شركات كتيره والصحافة والمعارضة مش هيسيبوه في حاله أبدا. لكن رفعت باشا سمعته ممتازة ونزهته فوق مستوى الشبهات. أيوة طبعا أنا عارف الكلام اللي أنت بتقوله ده، لكن زي ما بقول لك كده هيقدموا فيه استجوابات كتيرة في البرلمان ومش هيسيبوه في حاله أبدا. أنا عارفهم وأنت عارفهم كمان، وطبعا أنت عارف المثل اللي بيقول العيار اللي ما يصيبش يدوش. طيب دولتك اديني فرصة افكر لك في حد تاني. عبد المجيد بيه، انا مش حبيت في استقالة منصور باشا غير بعد انت ما تقول لي انك موافق. الله، وده اجيبهولك من هنا يا معلم. يا عليك يا عليات يا غلبانة يا اختي، يلي طول عمرك واقفة لوحدك وبطولك قدام السباعة والضباعة والديابة، مفيش راجل عنده دم ولا لاخوة يقف بظهرك ويدافع عنك في الحتة دي. وبعد ذلك بقى معلمة، ما البلد مليانة رجالة زي الفل اهو لا مؤاخذة. وبعدين يعني انا هجيبهولك من ايه؟ حطي نفسك مكاني. يا معلمة انا بدور على ابرة في كوم قش. كوم قش؟ كوم قش يا منيم؟ بيسددها في وشي ليه؟ ليه يا راجل؟ ده بدل ما تقول لي يا معلمة انا هقوم الدنيا ومش هقعدها غير لما الاقي لك الراجل اللي نصاب ده. قالوا ايه؟ كنت بقول مفيش في الحتة كلها الا المعلم دنجل. المعلم دنجل الكلام ده يا معلمة يعني انت مش غلطان، بس هو يعني المعلم دنجل هيعمل ايه لوحده في الوحلة اللي احنا فيها دي؟ وحلة؟ وحلة اللي متوح لك يا معلم؟ قال جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين متنايل في جنك. الله 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 الله، بعد ذلك بقى يا معلمة ولازمته العاب كده لا مؤاخذة، يعني اجيب لك سحمودة بتاعك ده يا يعني اللي اطلع راجل في شنك؟ ما صحش كده يا معلمة. وبعدين انت الغلطانة يا معلمة، انت اللي قلبك خفيف الهوا بيهز من اي رمش. الله فيها يا معلمة، ما صحش كده، ده المعلم معلم دنجل. بره بلا دنجل بلا سلك، اطلع بره، كانت هتنينا فيك. لعلمك بقى يا معلمة، بعد اللي انت عملتيه ده اللي عمله فيك الواد حمودة ده شوية عليك. بره يا ابني الجه، بره. ايه
اللي سمعته بوداني ده. طبعا انت ما تصدقش حاجه زي دي. ساعتك انا ما كنتش مصدق في البدايه، ولا الظابط وفيه كان مصدق كمان. رفعت انت طبعا اكيد ما اتكلمتش معاه في حاجه زي دي. لا طبعا يا فندم سعادتك، الظابط وفيه ما عرفش عني غير ان انا حسن الجن دراع فتوح اليمين، ما عرفش خالد سعادتك ان انا الظابط رفعت عبد الله. انا بصراحه لو مكانه ما صدقش الكلام اللي قالته سماره. والله ولا اي حد يصدق سعادتك يا فندم، وخصوصا الظابط وفيق عبد المجيد بدا يبقى خاله سعادتك. عندك حق يا رفعت، عندك حق. الكلام اللي انت قلته ده في منتهى الخطوره. عبد المجيد بدا مش شخصيه عاديه، دي شخصيه عامه. شخصيه قويه جدا وكبيره جدا. تربطه علاقه قويه جدا برئيس الوزراء فهمي باشا. وبكريم بيه وزير الداخليه. انا مش عارف اتصرف ازاي. هقول ايه بس لمعالي الوزير؟ هقول له صاحبك وزميلك في الحزب واهم نائب في البرلمان طلع مهرب مخدرات. انا مقدر سعادتك ان الموقف في منتهى الحساسيه. ده مش في منتهى الحساسيه وبس، ده في منتهى الخطوره علينا كلنا. لكن سعادتك يا فندم مفيش حد فوق القانون. مظبوط، بس افرض يعني الموضوع ده كله طلع مجرد تخمينات، هيبقى موقفنا ايه ساعتها قدام معالي الوزير؟ سيادتك معاك حق يا فندم. طيب هنتصرف ازاي دلوقتي يا رفعت؟ سعادتك يا فندم انا بقترح نعمل تحريات دقيقه عن عبد المجيد باشا. هو ده اللي انا بفكر فيه، بس برضه قلقان. من ايه سعادتك يا فندم؟ يعني يا عبد المجيد بيه ده عشان طلع مهرب مخدرات ممكن يحس باي حاجه، يشعر بان اي حد بيراقبه. سعادتك التحريات تبقى دقيقه وما يقومش بيها عساكر، مجموعه من اكفأ الضباط تقوم بيها وسعادتك تختارهم بنفسك. تمام يا رفعت، هو ده اللي هعمله بالظبط. سعادتك يا فندم هنعمل ايه مع الضابط وفيق بعد ما عرف ان خاله متهم؟ لا لا، خلي كل حاجة ماشية زي ما هي، كأننا ما نعرفش أي حاجة، وهنشوف هو هيتصرف إزاي، في نفس الوقت نستمر في إجراءاتنا. عبد المجيد سالم؟ أصل أنت ما تعرفيش الراجل ده إيه؟ عارف، مركزه كبير قوي، بنته صاحبتي. مالك يا وفيق؟ أيوه. ايه يا حبيبي؟ الشغل واخد وقتك كده؟ ايوه فعلا يا ماما. سمارة؟ يا ريتها تيجي على قد سمارة. لكن الظاهر القضية عمالة تكبر. لا، أنت آخر مرة قلت لي المهمة قربت تنتهي. ما أنا كنت فاكر كده. التاريخ لسه هتبتدي. معقولة؟ وتفتكر فايزة هتستناك ده كله؟ الظاهر انها هتستناني، وهتستناني كتير كمان. انا خايفة تكون مرات تاجر المخدرات دي كلت عقلك. يا ريت يا ماما كان ده السبب، كان بقى اهون حاجة. انا مش فاهمة حاجة هبة. والله دي احسن حاجة تعمليها لحد ما نشوف القضية دي هتنتهي على ايه. طب كل يا حبيبي، كل. قولي بقى، هتاكل بسنانك دي ولا سنانك الأصلية؟ ايه وفيق؟ المهمة المرة دي طولت قوي. والله مش بإيدي يا خالي. طب وبعدين يا وفيق؟ أنا مش عارفة ليه بس يا وفيق مش عايز تسمع كلام بابا وتتنقل. ما انا لو عملت كده هبقى بالظبط زي الجندي اللي في المعركه اللي رمى سلاحه وهرب وساب الميدان. يا ابني ما تكبرش المساله قوي كده. انت ايه رايك يا تفيد؟ انا اخترت معايا عبد المجيد، بس انت عارف طالع دماغه ناشفه زي ابوه. هو الانسان اللي يشوف شغله كويس يا امي تبقى دماغه ناشفه. احنا ما قلناش كده ابدا يا وفي. احنا كل اللي عايزينه انك انت تغير المكان اللي انت فيه بس، ولا انت مستني يعني لما تخلص المهمه وبعدين تترقى؟ يا سلام، اذا كان على الترقيه بسيطه اخلي كريم يجيب له ترقيه استثنائيه. يا جماعه صدقوني الحكايه مش حكايه ترقيه ولا حاجه، الحكايه ان انا عايز اقوم بوجبي بقى طول المده دي ومش قادر تقبض على العصابه. ما هو مش مهم العصابه يا خالي، مهم رئيس العصابه.
ايه يا رفيق؟ معقوله لحد دلوقتي ما قدرتش توصل لحاجه؟ المهم يا فندم ان اتاكد من المعلومات اللي وصلت لها. افهم من كده ان عندك معلومات جديده وصلت لها؟ ايوه فندم. طب ما تعرفنا عشان افكر معاك اساعدك. وانا خايف يا فندم ان سعادتك ما تصدقهاش. ليه؟ يا المعلومات دي مش مؤكده ولا ايه؟ تصور يا فندم ان سماره بتقول ان الراجل الكبير اللي هو سعاده البيه يبقى مين؟ يبقى مين يا وفي؟ عبد المجيد سالم. عبد المجيد سالم؟ خالك؟ تصور يا فندم. طب سماره قالت الكلام ده على اي اساس؟ على اساس انها شافته وهو بيدخل شقه الست اللي بيتردد عليها سلطان. ايوه، ايه دليل الاتهام عندها؟ بتقول انها سمعته وهو بيتكلم معاها عن اخر طلبيه وصلت لسلطان. وبيني وبينك كلام محير، بس لا، سمعه عبد المجيد بيه خالك فوق مستوى الشبهات، اكيد في سوء تفاهم. انت رايك ايه يا وفي؟ سعادتك عارف يا فندم في القضايا اللي زي دي المتهم لازم يتقبض عليه وهو في حاله تلبس كامل، يعني مش مجرد شخص يقول عن اي حد انه بيتاجر في المخدرات نروح احنا نقبض عليه. تمام، اديك انت قلتها، كلامك مظبوط 100%. اقعد يا وفي، انت واقف ليه؟ اقعد. عشان كده يا فندم انا هحاول عن طريق سماره برضو اني اوصل للحقيقه اللي ما فيهاش شك، وزي ما سعادتك عارف القاعده القانونيه بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. انا موافق على كل الكلام اللي قلته. كونك تيجي لغايه عندي وتقول لي اسم المشتبه فيه وانا عارف صله القرابه اللي بينك وبينه، ده اكبر دليل يا وفي على ان ثقتي فيك في محلها. سعاده البيه، انا الواجب عندي في كل اعتبار. انت ليه ما خليتناش نتقابل هناك؟ بصراحه حاسس ان المكان ما بقاش امان زي الاول. هو حسن حاسس بحاجه؟ ما اعرفش، بس نظراته كده بقت غريبه، زي ما يكون عارف كل حاجه بيننا. عشان كده لازم نتصرف بسرعه. زي ما قلت لك، الاول لازم نخلص من سلطان. طب ما نخلص منه، احنا مستنيين ايه؟ طب ازاي؟ ازاي؟ انت مش هتعرف تخلص منه يا سعد؟ قصدك يعني اقتله؟ وليه لا؟ لو عايز انا اقوم بالعمليه دي ما عنديش مانع. لا مش عايزين دم يا سماره. اقول لك البوليس يخلصنا منه. ازاي يا سعد؟ نبلغ عنه ونخليهم يمسكوه متلبس. خلاص نبلغ عنه. انا مستني الفرصه. احنا لسه هنستنى الفرصه؟ ما نعملها احنا بايدينا. طب ازاي؟ نحط له مخدرات ونبلغ عنه. انا مستني الطلبيه اللي جايه بتاعت سعاده البيه. عارفه ليه؟ علشان كل الرجاله يبقوا مشغولين فيها، ولما البوليس يطب يقبض عليهم كلهم مره واحده، ساعتها اقول ان انا قدرت اهرب. ايه رايك؟ ونعم العقل يا سعد. اهلا اهلا يا اهلا عبد المجيد بيه. اهلا وسهلا. ازيك يا كريم؟ ايه مالك عبد المجيد بيه؟ في حاجه؟ اتفضل اتفضل يا سلام. أنا حاسس اليومين دول زي ما يكون في حد بيراقبني. حد؟ حد مين؟ عشان كده قلت أسألك. لا طبعًا، وإحنا هنراقبك ليه؟ أمال ليه ساعات أشوف عربية ماشية ورا عربيتي على طول؟ يا سيدي، جايز بتصادف. معقول يا كريم؟ بتصادف من أول ما أخرج من البيت لغاية ما أوصل للمشوار اللي أنا رايح له. طب قول لي، وانت جاي على هنا لاحظت ان في اي حد بيراقبك؟ الحقيقه ما لاحظتش. يبقى مجرد تهيؤات. تقدر تقول لي مين ده اللي ممكن يراقبك؟ يمكن حد عاوز يقتلني. طب وش معنى انت؟ جايز حد في البرلمان اللي كنت بنقضه باستمرار. لا لا، ما افتكرش ان الامور ممكن توصل لكده. عموما لو عاوز حراسه خاصه انا ممكن اعين ظابط يركب معاك كمان في الاوتوموبيل. لا 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 لا، انا دايما اقول الحافظ هو الله. انا بس يعني جيت اقول لك يمكن اكون عملت حاجه غلط وانا مش عارف. معقول يا عبد المجيد بيه انت اخر واحد تعمل حاجه غلط؟ ما قلتليش هترد على فهمي باشا ازاي في حكايه وزاره الماليه. يا كريم، انا قلت للباشا انا مش بتاع مناصب،
انا احب اخدم بعناية الاتنين من غير ما اكون قاعد على كرسي. انتوا ليه عايزين تحبسوني في منصب؟ تيجي ننزل نتمشى شوية، انا زهقت من السواق. اللي تشوفيه يا حبيبتي. يا سعد، هو انت لما بتيجي تقابلني بتقول لحسن ان انت رايح فين؟ قول له انه رايح اقعد عند البنت نعمات شويه. بس نعمات بتشتغل عندي في الفيلم. وهو يعرف منين؟ جايز فتحيه مراته تقول له. لا ما بتهقليش يعني هيهتم بالمسائل زي دي، اصل هو كمان ساعات بيغطس وما بيقولش هو بيروح فين. جايز بيعرف واحده تانية غير فتحيه. والله انا ماليش اتدخل في المسائل دي عشان هو كمان ما يسالنيش، بعدين كل واحد حر. انا ملاحظه الايام دي في حاجه غريبه قوي يا سعد. حاجه ايه؟ انك بطلت تبص في المرايه زي الاول. قصدك ايه؟ قصدي ان انت مش سعد بتاع زمان، زي ما تكون حاطط هم الدنيا كلها فوق كتافك. هو اصل يا حبيبتي اللي احنا ناويين نعمله ده مش حاجه بسيطه. طالما هنعرف نعمله يبقى حاجه بسيطه. وانا مش عارف ليه مش مستريح لموضوع سعاده البي ده. من ناحيه ايه يا سعد؟ مش قادر اصدق ان هو عبد المجيد سالم. لولا اني عارفه ومتاكده ان انت يا اخويا لا من عيله بهوات ولا بشوات كنت شكيت وقلت ان انت قريبهم. ما هو حبيبتي احنا مش عايزين نبني امال على اوهام. قصدي يعني افرضي ان هو ما طلعش سعاده البي. طب تحب اعمل لك ايه بقى عشان اثبت لك ان هو سعاده البيه؟ اقول لك انا تعملي ايه؟ تسلم ايدك، انا تحت امرك يا معلمه، انا من ايدك دي لايدك دي. تسلمي يا حبيبتي، ما انا طول عمري بقول ما تجيبهاش الا نسوانها. انا عايزاكي بس تفهميني ادور عليه فين سي حموده ده. بصي يا دوحة، انا كل اللي اعرفه عن الواد ده ان هو اسمه منصور ابو قوره، ومعاه بنت كده سنكوحه اي كلام، بتلعب بالبيضه والحجر يعني، شويه تغني شويه ترقص، اسمها شوقه. ها وهما الاتنين كل شويه بيغيروا اسمهم علشان ينصبوا على اولاد الناس. حلوه قوي، بس احنا ما نعرفش اساميهم اللي هما شغالين بيهم دلوقتي. ما علينا، طب هندور عليهم فين بالظبط؟ كرايه توها. هو انا بقول لك دوري في الشوارع رقاصه وخمرجي، هتدوري عليهم فين؟ في الخمرات وفي البارات. ما تفتحي مخك معايا يا بنت. ما انا مفتحاها على الاخر اهو يا معلمه، بس هو انا يعني هلف على كل البارات والخمرات اللي في البلد كلها علشان ادور عليهم؟ وماله يا اختي، وراكي ايه لما تلفي على البارات والخمرات كلها؟ ما هو كله بتمنه يا ست توحه. وعايزاكي تقولي لي كل حاجه اول باول. يعني عايزاني اعمل ايه؟ انا مش فاهمه. تيجي لي هنا كل يوم كل يوم وتقولي لي الاخبار ايه بالظبط؟ طب وشغلي مع المعلمه سماره دي ما تقدرش تستغنى عني ابدا، يعني مش قادره اجي لك كل يوم. ان كان يا اختي على سماره بنتي ما بتكسرليش طاله، هقول لها تبقى ترفدك. ها لا كويسه. ست فايزه عامله ايه؟ هي وحشاني قوي. يا الحمد لله كويس كويس. اتجوزت الظابط اللي هتتجوزه ده؟ لا لسه. هو انت طالعه انهي دور؟ لا انا كنت مستنيه واحده صاحبتي نازلاني، بس اول ما شفتك قلت والنبي ان انت وحشني لازم اسلم عليك. شكرا على اذنك. اتفضل.
سنة. انت بتعملي ايه يا سمارة؟ سلطان؟ ايه اخبار التحريات ساعتك؟ انت مهتم بالموضوع ده ليه يا رفعت؟ والله يا فندم انا اتمنى عبد المجيد باشا يطلع بريء، عشان انا مقدر جدا المحنة اللي فيها الضابط وفيه. انا زيك يا رفعت، كنت اتمنى ان هو يطلع بريء، بس للاسف التحريات بتاعتنا اثبتت انه تاجر مخدرات. لا هو مش اي تاجر، ده جلاب بيجلب المخدرات من الخارج لجوه مصر وبكميات كبيرة. غريبة جدا يا فندم، رغم ان كل اعماله اعمال خيرية وصالح الناس. هو ده الغريب في الموضوع. مش عارف سعادتك موقف وزير الداخلية لما يعرف هيكون ايه معاه. عرفتيها فين دي؟ عرفتها عند الكوافير. سمعت لي السيرة انك عرفتيها. اصلا انا ما كنتش عارفة ان هي هي يعني. اتأكدتي؟ اتأكدت النهاردة، وكنت ناوي اعمل لك مفاجأة. هي عرفت ان انا جوزك؟ لا طبعا، هو انا عبيطه اقول لها حاجه زي كده؟ الله، طب واحنا هنخبي عليها ليه؟ ما انا اصلي فكرت شويه كده وقلت استنى لما انا وهي ناخد على بعض واعرف منها مين الراجل الكبير، وبعدين اقول لها ان انا مراتك. بس بقول لك يا سماره، انا بصراحه ربنا خايف الراجل يزعل مننا ويقاطعنا. ويزعل مننا ليه؟ عشان يعني بنحاول نعرفه نفس السر. هي ايه الحكايه؟ هو احنا عدوينه؟ ما زي ما احنا بنستفيد منه هو كمان بيستفيد مننا يا سلطان. مش عارف يا سماره، مش عارف. تناسي عمل ايه فنجري وفتوح لما عرف انهم بيحاولوا يعرفوه يفتسوا سره؟ ايوه بس احنا عرفناه بالصدفه، ما حدش فينا نخرب عشان يعرفه. وبعدين ما تقلقش، ساعتها انا هعرف اتصرف. هتعملي ايه؟ هطبقه واحطه في جيب الصغير. يا سلطان ما تخافش عليا، ده انا سماره. بس انا بقى زعلانه منك. ايه؟ ايوه زعلانه منك بقى انت. بقى انت تخوني وتمشي ورايا. لعلمك انا المره دي بس هفوتها لك، لكن المره الجايه هزعل منك، وانا زعلي وحش قوي. انا اعمل لك ايه بس يا سماره؟ انا بغير عليكي من الهوا الطاير. تغير لكن تشك فيها لا. ماشي ماشي يا سماره ماشي. بتقولي ايه؟ الله. صباح الخير يا معالي الوزير. صباح الخير، اتفضل. خير؟ ايه الموضوع الخطير اللي انت عاوز تتكلم معايا فيه؟ في الحقيقه يا فندم انا مش عارف ابتدي منين. الموضوع في منتهى الحساسيه ويخص معاليك قوي. يخصني انا؟ موضوعي؟ عبد المجيد باشا سالم. يا ماله؟ ماله عبد المجيد باشا سالم؟ جرى له حاجه؟ لا 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 يا فندم، مفيش حاجه حصلت. سعادتك طبعا فاكر قضيه المخدرات اللي احنا شغالين فيها، وان فيها واحد اسمه سعاده البيه، ده المتزعم تهريب المخدرات من الخارج لمصر. ايوه، وده دخله ايه بعبد المجيد باشا؟ للاسف يا معالي الوزير، التحريات اثبتت ان عبد المجيد هو نفسه سعاده البيه. انت بتخرب تقول ايه؟ انت جننت؟ انا اسف بس الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. للاسف يا معالي الوزير، هي دي الحقيقه. انت عارف عبد المجيد باشا ده يبقى مين؟ عارف موقفه ايه بالنسبه للحزب؟ عارف موقفه ايه بالنسبه للراي العام؟ عارف يا فندم، سعادتك ما تتصورش الصدمه اللي حصلت لما عرفت الموضوع ده. برضه ما جاوبتنيش. انت بتتهمه على اي اساس؟ معاليك عارف ان احنا في الاداره بنراعي الدقه وبنراعي ضمايرنا في شغلنا، ورغم ان المعلومه جات لي من اكفأ الضباط عندي الا اني ما اخدتش بيها. امال عملت ايه؟ امرت بعمل تحريات دقيقه وتكون في منتهى السريه على المتهم، وللاسف يا فندم اتظبط وهو متلبس. انا كان ممكن اقبض عليه بس اجلت الاجراء دوت لغايه ما ارفع الامر ان عليك. انا بحييك يا اسماعيل بيه، بحييك على حكمتك وعدم اندفاعك. العفو مع الوزير، انا عارف ان الموضوع في منتهى الخطوره، لكن انا متاكد في نفس الوقت ان معاليك هتعالجه بمنتهى الحكمه. طبعا طبعا يا اسماعيل، سيب لي الموضوع دوت كام يوم وبعدين اقول لك هتعمل ايه.
تقدر تتفضل. ايوه فتحي، وصلني لدولة الباشا. يلا عشان خاطري ابوس ايدك بقى، انسى الزفت اللي اسمه حموده ده شويه. انساها؟ طب ازاي يا سمارة يا بنتي؟ انساها ازاي؟ وانسى اللي عمله فيا؟ ده انا بتكسف ابص في عينين الناس لا تعيرني باللي حصل. ده حتى المرايه بتكسف ابص فيها. ما اقدرش انسى يا سمارة. انا مش هنسى الراجل ده غير لما الاقيه واشوفه واشفي غليلي منه. يعني انت ياما لما تلاقيه وتشفي غليلك منه هترتاحي ساعتها؟ ايوه يا زمر ساعتها، بس حاسس ان انا خدت الطاري وحاسس ان ظهري مش مكسور وقادره اقف واشرب طولي. ماشي يا ماما، طب انسيه شويه عشان خاطري وانا وغلاوتك عندي هخلي رجالات سلطان يلفوا عليه الدنيا ويجيبولك لحد عندك ساحر ويقولك كمان حقك عليا يا معلم. يا ريت يا ريت يا ريت يا بنتي، يا ريت يا ريت يكون كل اللي بتقوليه ده بجد. بس المعلم سلطان هيرضى يخليكي تعملي كده يا سمارة؟ مفيش. انت يا ست الكل انت عارفه سلطان ما يقدرش يقولي لا في اي حاجه. بس انا كنت عايزه منك طلب يا ماما. انت تأمريني بعين امك. امر لله وحده. مش انت كنت وعدتيني قبل كده يا ست الكل انك هتيجي معايا المستشفى تزوري ابويا؟ وعدتك. يا سمارة وعدتك وانا لسه عند وعدي. ماشي يا ماما، انا هعدي عليك بكره ان شاء الله. عايزه اجي الاقيكي كده منوره، عايزه اشوفك عليك بتاعه زمان ياما. حاضر يا بنتي، غالي والطلب رخيص وانا ظاهر عليا مكتوب لي اني مسعود يفضل في قرابيزي طول العمر. تعالي يا ست الكل.